طبعا نحن اليوم موجودين في الورشة العلمية الخاصة بالأمراض المعدية. هذه الورشة في إطار الاتفاقية الموقعة بين معهد البستور الفرنسي ومركز أبو ظبي للصحة العامة. الحمد لله تم التوقيع على الاتفاقية أثناء زيارة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة في يوليو الماضي للجمهورية الفرنسية، وأيضا تم عقد عدة اجتماعات لتفعيل هذه الاتفاقية بصورة كاملة. الورشة هذه تعتبر مهمة جدا لتحديد الإطار العام وخارطة الطريق للبحوث العلمية القادمة في إمارة أبو ظبي وفي دولة الإمارات. الندوة طبعا بيشارك فيها نخبة من العلماء والباحثين من معهد البستور، وكذلك أيضا نخبة من الباحثين والعلماء أيضا من المؤسسات الطبية هنا في دولة الإمارات. نتأمل إن شاء الله أن تؤدي هذه الحلقة العلمية للأهداف الموضوعة، وأن تساهم في توفير بيئة مناسبة للأبحاث العلمية في المستقبل القريب.